78 موتر اخونا ابراهيم عنيزي من حايل، نبي نشتغل على موتر ان شاء الله، مشروع محرك 6 لتر. هذا الموتر قبل الشغل زي ما انت شايفين، باذن الله راح نرتب له ضغير حتى انوار. مثل ما انت شايفين هذا ضغيرة الموتر مجدد تو، راح نركب له رديتر جديد، مراوح، تركيب قربة موديل جديد، تنظيف دائرة المكيف بالكامل، تشغيل التوانك 2، تركيب عوامات جديدة، تشغيل العدادات، الدينامو، الزيت، الحرارة، البنزين، تركيب شكمانات جديدة، الوصلات الأمامية والدبات مفرغة شركة عتيبي، والوصلات الخلفية. الموتر بدون شكمانات مثل ما انت شايفين. شكمان واحد الموتر، راح نحوله شكمانين ان شاء الله. والله يسر الامور. تم تنزيل المكينة، فكينا تراس المكينة، فكينا الثلاجة، المكيف، هذه مكينته، هذا السكران اللي عليه، باقي التوانك ان شاء الله بننزلها من بعد اليوم. غسيل فترة غمارة، هذه التوانك الحين نبي ننظفهن، وهذه العوامات اللي على التوانك حقت 350 جبناها، عوامات جديدة، وركبنا الطرمبات البنزين داخلية داخل التانك، وهذه سلاك جديدة، سباق نركب الفيش، نمسك السجاج، وهذه الثانية جهزناها. الحين نبي ننظف التوانك، بعد ما ننظفهم نركب العوامات ونطبقهم على السيارة. تم تجريس المحرك 6 لتر على نفس كراسي الوكالة، هذا كرسي جهة اليسار، مصور لكم جهة اليمين، وهذا جهة اليمين. نظفنا دائرة المكيف، الثلاجة، الراديتر، رتبنا الكمبرسر السيزا، باقي نكبس الليات، كبس ليات البنزين. هذا القربة مؤقتة بعد ما نغسل السلندر على الجهاز، راح نركب له واحدة جديدة، هذا الشوتة حق الجيمس 2006، روديتر موديل جديد جديد في الكرتون، مراوح موديل جديد 7x9، هذا الظهيرة بعد ما اختصرناها، باقي نركب البوكس ونشبك الاسلاك، باقي ظهيره حتى المراوح ما جهزناها، والكمبيوتر موقعه جنب البوكس حق الوكالة، وهذا الكياب البطاريه الاصليه حق الجيمس 2006، هذا شيارات هذه اللي بالوسط 2 جديده، وهذا الشيارات الخلفيه. هذه الشيارات اللي في النص دوري اصليات، كرتون نشاة، جات الشيارات اللي في النص 2 جديده، هذه الشكمانات، الوصلات الاماميه الخلفيه، الدبات مفرغه شركه العتيبي، وبصور لكم التجريس. الموتر اساسه شكمان واحد، شيارات جديدة يمين يسار اللي بالنص والخلفية، هذا كرسي جهة اليسار اليمين، وهذا جهة اليسار. تم تركيب الشكمانات الجديدة، هذه الوصلات الخلفية، هذه جهة اليسار، وهذه جهة اليمين، مع شيالات جديد خلفية، وهذا جهة اليسار خلفية، بصور لكم الحين من تحت الوصلات الأمامية مع الدبات، هذه الوصلات الأمامية
الدبات والسيارات اللي بالنص كلها جديدة أصلية. وهذه جهة اليمين الدبة مع الشيال جديد مع الوصلة الأمامية جديد. هذه بعد ما ركبناها. تم انتهى من موتر اخونا ابراهيم عنيزي وجاهز للتسليم ان شاء الله. اشتغلنا عليه مشروع محرك 6 لتر. هذا بعد ما انتهينا من الشغل. ركبنا على كم حرس اساسيز جديد في قصر الليات ومخرجات بالكامل ثلاجه والراديتر. ركبنا له قربة راديتر موديل جديد على الشوته حقت 2006. روديتر موديل جديد، مراوح موديل جديد. وصلنا ظهيرة المراوح كلها سلاك جديدة إيطالي. شبكناها سرعتين على نظام الكمبيوتر. ركبنا المكينة على القدس حق الوتالو رجيم 2006. وهذا كيابل البطارية الأصلية حق الوتالو 2006. هذا بعد من انتهينا من الشغل. هذه فكرة كومبليت. ركبنا له شكمانات جديدة بالكامل، وصلات أمامية جديد، دبات شركة العتيبي مفرغة، الوصلات الخلفية شيالات خلفية جديد، شيالات اللي بالنص. ركبنا له عوامات جديدة يمين ويسار، تفصيل ظهير القسام جديدة كلها أسلاك إيطالي. هذا المكيف شغال ما شاء الله تبارك الله. الزيت شوف الحين شغال، التانك جهة اليسار من حوله جهة مصفر جهة اليمين من حوله يسار. هذا شكمانة وحيدة نسمع عطى يا ماجد. التجريس والكهرب سنة من تاريخ تسجيل الفاتورة. موضعنا حفر باطن كراج النجاح.